باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. في البداية أشكر مشترك القناة ومحبيها. اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 من شهر برمهوت. اليوم المبارك من 19 برمهات أحسن الله استقباله وأعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء وإطمئنان مغفور الخطايا. في مثل هذا اليوم تنيح القديس أرسطو بولس أحد السبعين رسولا الذين انتخبهم الرب وأرسلهم للكرازة قبل ألامه، وقد نال مع التلاميذ مواهب الروح المعزي وصحبهم وخدمهم ونادى معهم بالبشارة المحية ورد كثيرين إلى طريق الخلاص فآمنوا بالسيد المسيح فعمدهم وعلمهم الوصاية الإلهية وأقاموا التلاميذ أسقفا على أبرص الناس فمضى إليها وبشر أهلها وعظهم وعمدهم وصنع آيات كثيرة. وقد لحقت به إهانات شديدة من اليهود واليونانيين وطردوه مرارا عديدا ورجموه بالحجارة، ولما أكمل سعيه تنيح بسلام. وقد ذكره بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا إصحاح 16 وآية صلاته تكون معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا تذكار السبع القديسين الشهداء وهم ألكسندروس المصري وأغابيوس من غزة وتيملؤوس من البونتي ودينيسيوس من طرابلس وريموليوس وبليسون من قرى مصر، وهؤلاء ارتبطوا بالمحبة المسيحية وأتوا إلى والي قيصرية فلسطين واعترفوا أمامه بالسيد المسيح فنالوا إكليل الشهادة في زمن دقلديانوس. صلواتهم تكون معنا ولربنا المجد الدائم آمين. اليوم ماذا حدث وماذا نقول بعد سلبية الدي ان ايه؟ رانيا فوزي تقول ربنا يسامح اللي طعم في شرفي هياخد حقي بالقانون مش هتنازل ابدا. تقدمت السيدة رانيا فوزي بالشكر للمحامي مايكل لوكا، وذلك بعد ظهور سلبية نتيجة تحليل الدي ان ايه وانها ليست ام الطفل شنودة، مؤكدة انه لم يترك لحظة طوال القضية. وكشفت في فيديو بث مباشر مع الكاتب والحالة الصحية لوالدتها والتي تعرضت لجلطة ودخلت على أثرها المستشفى، مؤكدا أنها تحتاج للصلاة، وتوجهت برسالة لكل شخص قام بالطعن في سمعتها قائلا ربنا يسامحهم في اللي طعن في شرفي وسمعتي، أنا مش هسيبه وهاخد حقي والقانون ومش هتنازل على حقي أبدا. وأعلن المستشار نجيب جبرائيل أن تحليل الدي ان ايه للسيدة رانيا فوزي جاءت سلبية وليست أم للطفل شنودة كما زعمت مريم يوسف وما كما أعلن المستشار المحامي العام. وماذا بعد؟ نجيب جبرائيل يعلن عاجل. أعلن نجيب جبرائيل محامي أسرة شنودة الطفل شنودة سلبية نتيجة تحليل دي ان ايه للسيدة رانيا فوزي، مقدما لها كل التحية والشكر عن استجابتها السريعة وعمل التحاليل اللازمة. ايضا رانيا فوزي ادلت باقوالها امام النيابة واجرت تحليل دي ان ايه لكشف الحقيقة. قال مايكل لوكا المحامي وكيل السيدة رانيا رمزي فوزي ان السيدة رانيا أدلت بأقوالها أمام النيابة أول أمس وقامت بإجراء التحليل الدي ان ايه وبناء على طلبها لكشف الحقائق والرد على كل الاتهامات التي وجهت إليها. وأضافت أنها تطمئن الجميع بأن التحاليل ظهرت وهي سلبية والتي هي تثق في عدالة القضاء المصري لإظهار الحق. وقال كرم غبريال أن السيدة رانيا توجهت لعمل التحاليل وإلى النيابة العامة وقامت بعمل التحاليل واكتشف أنها سلبية، وأن الجميع والكل الأقوال التي مست شرف وعرض هذه الشخصية فهو مخطئ وسوف يحاسب على كل ما تطاول على هذه السيدة الفاضلة. مايكل لوكا المحامي لا تصلح مع أو لا تصالح مع من تطاول على رانيا فوزي ولا حتى بكلمة واحدة. أكد مايكل لوكا محامي السيدة رانيا فوزي أنه لا تصالح مع كل من قام بالتطاول مع موكلته، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تطاول عليها واتهموها بشرفها. وتقدم مايكل لوكا في فيديو بث مباشر
بالشكر النيابة العامة على المجهود المبذول والاهتمام البالغ في ظل صيام شهر رمضان، مؤكدا انهم كانوا مش بيناموا، ونشكرهم لانهم فعلا حافظوا على حق المجتمع وحق رانيا فوزي. واعلن المستشار نجيب جبرائيل ان نتيجة التحليل دي ان ايه للسيدة رانيا فوزي جاءت سلبية، وليس ام الطفل وليست ام للطفل شنودة كما زعمت مريم يوسف، وكما اهانت المسيحيين، وكما اهانت الرهبان، وكما اهانت الاديرة، وكما اعلن السيد المستشار المحامي العام انه لن تصالح ابدا. لماذا هذه السيدة فعلت كل ذلك؟ هل من اجل المال؟ هل من اجل شيء غريب؟ نعم، انها المفاجأة، المفاجأة الكبرى التي نعلنها الآن. ما هي المفاجأة؟ أعلن عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك الصحفي والإعلامي جرجس كوتشي عن مفاجأة بعد قليل بخصوص الطفل شنودة. سوف نوفيكم بكل التفاصيل بعد قليل، كونوا معنا. إنها المغامرة، المغامرة التي يلعبها الكاسرون من أجل الكسب وراء هذا الطفل شنودة، الطفل الذي أخذلته جميع الشعوب وأخذلوه أهله. لا، مش صدفة أبدا تسمية يوسف أمان ميخائيل شنودة زي يوسف الصديق، اتحبس وتعذب ولكنه صغير. أفكار كتيرة قوي. كشفت السيدة أمان والدة الطفل شنودة بالتبني عن لقائها بالسيد المستشار المحامي العام صباح اليوم، وقالت والدة الطفل شنودة بفيديو بث مباشر لنا مع قناة الملك والأمير أنها أخبرت المحامي العام أنه تم تغيير اسم الطفل شنودة إلى يوسف بترتيب من ربنا وليس صدفة، لأنه مثل يوسف الصديق الذي عذب وحبس، أيضا الطفل شنودة تم تعذيبه وحبسه، ولكنه سوف يغير أشياء وأفكاره كثيرة. وفعلا شنودة عطية من ربنا. وأعلن المستشار نجيب جبرائيل أن نتيجة التحليل الدي إن إيه للسيدة رانيا فوزي جاءت سلبية، وليست أم للطفل شنودة كما زعمت مريم يوسف، وكما أعلن السيد المستشار المحامي العام. ونقول لكل جميع إخواتنا المسلمين شكرا لوقوفكم بجانب الطفل شنودة، وكل الشكر لكم، وكل عام وأنتم بخير. ونهنئ جميع إخواتنا المسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم المعظم بالنسبة لإخواتنا المسلمين. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بألف صحة وسلام. يا رب يحفظكم ويحافظ على مصر، ويبارك يا رب مصر ويجعل فيها الخير، ويبعد عنا الغلاء والوباء، ويحافظ على رئيسنا عبد الفتاح السيسي بصلوات غبطة القداسة البابا طهدروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقسية. كل الشكر لمحبيكم، لا تنسوا اشتراككم في القناة وقناة الملك.